ينضم إلينا من دبي الأستاذ نايل الجوابرة المحلل الاقتصادي. أستاذ نايل أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك وجميع المشاهدين، حياكم الله. أهلا بحضرتك أستاذ نايل. لدينا الكثير من الأرقام نريد أن نرصدها معك وأنت محلل اقتصادي. فكرة أن تكون هناك شركة أوياك ثروتها تصل إلى 9.73 مليار دولار، بتصدر منتجاتها ل 121 دولة أجنبية، 83% منها دول أوروبية، تبلغ قيمة الصادرات 4.4 مليار دولار أي 8.2% من إجمالي صادرات تركيا، ولا توجد رقابة على هذه الشركة بأي شكل من الأشكال، ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تأكيد هذه الشركة هي تعتبر شركة تعتبر أردوغانية، وهذا ما يتجه إليه أردوغان بتحويل تركيا إلى سيادة عائلة، وهي ما اتجهت إليه منذ فترة. لاحظنا أن اتجاه أردوغان بأن يكون هناك اتجاه عائلي فقط في الداخل التركي، وإن كانت في الحكومة وإن كان أيضا الاتجاه حتى يكون هناك لديه السلطة. منذ اليوم الأول أو منذ يوم أول منذ ما كان هناك انهيار للليرة التركية، ونحن نتحدث أن هناك اتجاه أردوغان بأن يكون اتجاهه إلى الانتخابات المقبلة، وهو ما اتجه إليه. كان يتجه لأن يكون هناك لديه سلطة كاملة على الاقتصاد الداخلي التركي، واتجاهه أيضا لأن يكون هناك اتجاهه إلى أن يكون بالخارج، باتجاه إلى أن يكون هناك حروب خارجية، وهو يتجه حتى تكون لديه سلطة كاملة متكاملة على الاقتصاد التركي. وهذه الأرقام دليل على هذه، ودليل على ما اتجه إليه منذ اليوم الأول حتى قبل انهيار الليرة التركية بعدما قال أن هناك انقلاب عليه. نعم، هذه الأرقام التي نتحدث عليها تقييمك لها، هي أرقام تعتبر من الممكن أن تساعد في بناء اقتصاد أم أنها يعني ليست هي المؤثرة بشكل كافي؟ مهما كانت هناك الأرقام فهناك أيضا شركات أخرى. هل هذه هي الشركة الوحيدة الموجودة في تركيا كصادرات وواردات بالنسبة إلى تركيا أو حجم صادرات تركيا؟ هذه الأرقام مهما كانت كبرى أو صغرى هذه الأرقام، لكن سوف يكون لديها الأعين من أين لها هذه الأرقام، أو أن هذه تعتبر هذه الشركة هي المصدر الأول والأخير وهي التي تتحكم بالاقتصاد التركي. هذه الشركة سوف يكون لديها الأعين المستقبلية من ناحية التجارة أيضا الخارجية، أين ذهبت هذه التجارة أو أين اتجهت هذه التجارة بالنسبة إلى الصادرات، وما هي الصادرات المخصصة لتصدير هذه الشركة، وما هي العوامل التي أساعدت على هذه الشركة الاتجاه إلى هذا التصدير أو تصدير من بعض هذه الدول؟ نعم، سؤالي بسبب أننا عندما نتحدث عن تصدير منتجات ل 121 دولة أجنبية، إذن هناك الكثير من الربحية لكن لا توجد رقابة، وأيضا الاقتصاد التركي في حالة من حالات الانهيار، إذن عائدات هذه الشركة إلى أين تذهب؟ وهذا ما نتحدث عنه. إذا نحن نتحدث عن نسبة كبيرة بالنسبة إلى هذه الاقتصاد، كما ذكرت لك أن نسبة كبيرة من هذه الشركة، إذا هل الاقتصاد التركي يقتصر على هذه الشركة؟ وأين هذه الأموال؟ بكل تأكيد سؤالك في محله، أين هذه الأموال رغم أن هناك اتجاه بالاقتصاد التركي إلى الانهيار؟ هي تعتبر اتجاه عائلي خلينا نقول، أو عبارة أصبحت الآن تركيا هي دولة أردوغان، وهي دولة أردوغان بجميع فصولها، إن كان من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية الداخلية والخارجية. اتجاه أردوغان بأن يكون هناك جميع الفصول لديه بنسبة 100% إلى أردوغان، حتى لا يتجه الشعب التركي أو يتجه معارضيه بأن يكون هناك غير أردوغان على السلطة في الفترة القادمة أي في الانتخابات القادمة، وهو ما يتجه عليه إن كان باتجاه الشركات أو اتجاهه أيضا بالسياسة الداخلية وأيضا السياسة الخارجية. إذا كانت كما ذكرت هذه الشركة تصدر المليارات، إذا أين ذهبت هذه المليارات؟ وهي منذ البداية هي عائلية والاتجاه إلى جيب واحد، وهي جيب الأردوغان. نعم، يعني بصفة حضرتك خبير اقتصادي وبالتأكيد متابع للمشهد التركي والحالة الاقتصادية المتردية الموجود فيها تركيا الآن،
كيف ترى المشهد في المرحلة القادمة بالنسبة للاقتصاد التركي؟ يعني كلما نتحدث عنه نتحدث عن المزيد من الانهيار، هل سيزداد الأمر سوءا؟ بكل تأكيد هو سوف يزداد الأمر سوءا. في الفترة الأولى خلينا نقول من قبل أكثر من سنتين عندما كان هناك بداية للانهيار الليرة التركية، والآن اتجهت إلى الانهيار الأكبر للليرة التركية، وما زالت الانهيار والسبب عدم وجود أي اتجاه اقتصادي لهذه الدولة. دائما تركيا كانت تتجه إلى 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 تعتبر أوروبا السياحية إن كانت للعرب أو الأقرب إلى أوروبا بالنسبة إلى الدول العربية. الآن لا توجد سياحة إن كان بسبب الوضع الاقتصادي الداخلي وايضا بسبب وضع كورونا، هذا ما اثر بشكل سلبي اكبر. انهيار الليره التركيه قبل فتره بسيطه من عده اسابيع هو زياده لسياسه اردوغان، وليست فقط بسبب كورونا، هي السياسه الخارجيه التي يتجه اليها اردوغان واتجاهه الى خروج ايضا الاموال الداخليه اي بالعمله الصعبه. عدم وجود عمله صعبه في الدوله هو ما يؤثر بشكل سلبي. استمراريه السياسه الاردوغانيه بكل تاكيد سوف تستمر هناك، وايضا كورونا اثرت في هذا الاقتصاد لانه كان اقتصاد هش بشكل كبير. يعني من المؤكد ان يعني اقتصاديات الكثير من الدول تاثرت، لكن من تاثر بشكل كبير كان بسبب ان الاقتصاد هش في الاساس. بكل تاكيد، وهي ما تتجه اليه الدول ان يكون هناك دعم للاقتصاد. اذا كان هناك كما ذكرت اقتصاد هش ووجود كورونا اثر ايضا بشكل سلبي اكثر مما كان عليه، وهو عدم وجود العمله الصعبه في داخل الدوله وعدم وجود الاتجاه الاقتصادي الداخلي. الان سمعنا شركه من احد الشركات، واتوقع ان يكون هناك شركات اخرى مماثله لها وهي مماثله لاردوغان او تحويلها الى الاردوغانيه في الفترة القادمة، وهذا دليل على أن هناك استمرارية إلى أن يكون انهيار جديد للليرة التركية وانهيار جديد للاقتصاد التركي، رغم اتجاهه إلى الحروب الخارجية وعدم النظرة في داخل التركي أو الاقتصاد التركي. سوف يكون هناك انهيار جديد بالنسبة لليرة وبالنسبة للاقتصاد، وسوف تستمر حتى يستمر هو على الصف. ما النقطة الفاصلة التي من الممكن أن تنقذ الاقتصاد التركي إلى حد ما يعني من الانهيار المستمر والمتواصل في الوقت الحالي؟ هي بكل تأكيد السياسة التي يتجه إليها، السياسة العرناء التي يتجه بها إن كان في البحر المتوسط وأيضا إن كان في ليبيا وأيضا إن كان في كازاخستان، وهذا ما يتجه إلى أن يكون هناك تصدير إلى السياسة السيئة الخارجية، وهو اتجاه سيء بكل تأكيد. الآن الاقتصاد التركي عليه أن يكون هناك وقفة داخلية في الاقتصاد التركي، أي عودة الاستثمارات وجذب الاستثمارات وليس تنفير الاستثمار. مهما كانت هناك السياسات الخارجية والسياسة والاقتصاد هي وجهان لعملة واحدة، سوف تتأثر على الاقتصاد التركي بشكل كبير في الفترة القادمة. إذا اتجهت واستمرت هذه السياسة بكل تأكيد سوف تستمر الاقتصاد التركي إلى الانهيار، وهي طبعا الشارة التي قسمت ظهر البعير وهي الاقتصاد بسياسة أردوغان. نعم، استقالت وزير المالية التركي، كيف رأيتها؟ هي بكل تأكيد استقالة عائلية بالنسبة إلى الاقتصاد التركي، لن يؤثر بشكل كبير بالاستقالة، وهذه الاستقالة هي عبارة عن جهود أردوغان بعدما كان هناك وضع سهره في البنك المركزي ووضع سهره في أمور اقتصادية مهمة في الاقتصاد التركي، وهو ما أثر بشكل طبعا تأكيد سلبي على الاقتصاد التركي. نعم دكتور أستاذ نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي من دبي، شكرا جزيلا لك.